السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. هسه راح ناخذ المحاضره الثانيه من الفيرولوجي. اخذنا بالمحاضره فاتت ملاحظات بسيطه عن الفيروسات وبرودكشن، عن الكومبوزيشن مالتها، عن بعض اللايف سايكل ستيبس مالتها، عن الدي ان اي والار ان اي وشنو وضعها، فرقها عن البكتيريا وفرقها عن البروكاريوت واليوكاريوت بشكل عام. زين، اخذنا بعدها بعض الاشياء اللي تشبه الفيروسات، اللي هي البريون ديفكتيف فيروسز، بسيودو فيرونز وغيرها. تمام، بهاي المحاضره راح نشوف الكلاسيفيكيشن. كل مايكرو اورجانيزم نريد ندرسها لازم نعرف على يا خريطه راح ناخذهن. زين، مثل البكتيريا مقسمه جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف، وبعد هاي التقسيمات على الشكل، بعد هاي التقسيمات على تحاليل مختبر اللي حتى نوصلها للبكتيريا. فراح نبدأ على الأساس أخذنا البكتيريا. تمام، أوكو يقسموها على أساس الديزيزز والأورجانز اللي تصيبها، هذا تقسيم على أساس الميديسن. زين، مو على أساس الميكروبيولوجي. الفيروسات شلون ناخذها على التقسيم؟ تقسيمها ينقسم إلى فيروسات بها دي ان اي وفيروسات بها ار ان اي. ها هي، مجرد هذا الفيروس من ضمن الفاميلي مالته، من ضمن الدي ان اي لو من ضمن الار ان اي، ونحفظها. ماكو خريطه وشلون نميزها عن غيرها، لا، تتميز موستلي كلينيكالي. تمام، كلينيكالي يعني شنو؟ يعني حسب الساينز وسيمتومز. اوكي، ما احتاج اني يعني اقعد اسوي تحليل مختبر واخذ من المريض عينه، لان اول وتالي انا ما راح القي هذا الفيروس الا اذا اشوفه بالكترون مايكروسكوب، وهالشيء تقريبا شبه مستحيل بالحياه اليوميه. زين، فما اخذ عينه من التشيو والله دا ادور اصلا داخل الخلايا اكو فيروس لو لا، هذا الشيء صعب وما يبين. ف تتشخص كلينيكالي، وثانكفولي انه التشخيص مالتها نقدر نعرف يا فيروس من الساينس والسيمتومز، بس انفورشنتلي ماكو دراجز انف للفيروسز، لان هي ما عندها لايف بروسس اني اوقفها حتى اسوي لها كيلينج. زين، يعني ما بيها اورجانلز اصيبها، ما بيها فد بروسس الا الريبليكيشن اللي تسوي بداخل الخلايا، هذا بيه شويه دراجز. زين، اما الفيروسات اللي تطب وتخلي الجينيتك كود مالتها بداخل الجينيتك كود مال الانسان، هاي دراج يفيد بيها. زين، فهو انفورشنتلي بالجانب العملي وبالحياه الواقعيه انه الفيروسز ما بيها دراج هوايه، بس فورشنتلي بالنسبه للطلاب انه ماكو اشياء فارما هوايه تنقري. تمام، بس بهاي المحاضرة راح ناخذ هسه اول شيء نبدا دي ان اي فيروسات، نعددهن، نعدد الفاميلي، كل فاميلي بيها اكثر من فيروس. تمام، هذا التقسيم مالتهم فقط وهذا اللي نحتاجه. هسه راح يبدي يعدد ويا كل فاميلي مواصفاتها، انه هي بيها انفلوب لو لا، الكابسيد مالتها شلونها، الشكل مالتها شلونه، شكل الدي ان اي والار ان اي شلونه. فد ملاحظه بسيطه، لما تريدون تحفظون هيك اشياء ما تنحفظ الا بجدول. لما نخليها جدول شنو الفايده؟ نشوف الاود والسيميلر، يعني مثلا كلهن لينير عدا واحد سيركولر دي ان اي مالته، ثلاثه منهن تكون بها انفلوب والبقيه كلها بدون انفلوب، فانا ما اقعد احفظهن وحده وحده، لا، احفظ اللي تختلف عن البقيه اللي متشابهات هيج. فهنا راح يبدي عدد لنا مواصفاتهن كلهن، كلش شيء مستحيل اصلا انه تحفظوها هيجي الا على الجدول. زين، وحتى هو يعني بالملزمه كاتبيكم طريقه انه الجدول اول ثلاثه هيج اخر واحد هيج. زين، فهسه راح نشوفها شلون. فيعني لا تحسون انه لما بدنا نقرا فاميلي فاميلي كلش صعب انه تحفظوهن من هسه، لا، لازم تنحفظ على الجدول مو على الشرح. فهسه نبدي بيها ونقول الكلاسيفيكيشن يعتمد على الكيميكال والمورفولوجيكال كرايتيريا. كيميكال يعني شنو داخله كومبوزيشن، مورفولوجيكال الشكل مالتها، ايكوز السفيريكال لو هيليكال. زين، بها انفلوب لو لا. يعتمد اول شيء على النيوكليك اسيد، هو هذا اللي راح نمشي عليه، انه نشوف نيوكليك اسيد مالتها دي ان اي لو ار ان اي، وعلى الكابسيد، الكابسيد حجمها وشكلها. زين، وبها انفلوب لو لا، يعني هيك التقسيم مالتهن يصير. الكلاسيفيكيشن يعتمد على اكثر من فاكتور مبينه بالجدول الاول والثاني، الاول مال دي ان اي والثاني مال ار ان اي. زين، يعني تطلعون من هاي المحاضره حافظين الجدول كل الزين، لان هو المطلوب.
مقسم على الكلاسيفيكيشن حسب الميديكال امبورتنس، يعني ذاكرين الامثله والديزيزز اللي راح نركز عليها بالمحاضرات اللي راح ناخذها الجايه. يعني محاضرات ناخذ الهربا فايروسز، الهربس زوستر والسمبلكس وغيرها، هيك ناخذهم فاميلي فاميلي. فهنا دي يقول ان السب فاميليز راح ناخذها باللكتشرز بالسبيسيفيك فايروس، بس راح ناخذ بس اسم الفاميلي. هسه نبدي اول شيء بالدي ان اي فيروس. الدي ان اي يتقسم اول شيء تيبل الى اربعه نيكد، يعني ما بها نون انفلوب، ايكوس هيدرال فيروس فاميليز. هنا انا معدد الاسماء مالتهن زين، لن نتاخر نقعد نقراهن، بس خل اشوفكم هسه. اول شيء مثلا قال اربعه نيكد زين، راح انزل للجدول. اول اربعه اشوف هنا انه انفلوب بريزنت، لو لا هنا نو 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 نو، اول اربعه من هذا الجدول ما بها انفلوب. فان ايش راح تسوون؟ تحفظون اول شيء البارفو فيروس، بايليوم فيروس، بابيلوما فيروس، ادينو فيروس، هيربادينا فيروس، هيربس فيروس، بوكس فيروس، تحفظوهم بالتسلسل. اوكي، مو تحفظوهم مشان مره، لا بالتسلسل، حتى من تجون تقروهن اول اربعه كانت ما بها انفلوب. زين، هو هذا الفيروس اللي دي يسألني عنه الفاميلي مالته من اول اربعه بالجدول لو لا؟ هيجي تقروها زين. بس هاي اول صفه اخذناها. بعد ايش راح يقول لنا؟ يقول لنا انه presented in order increased particle size، هذا الحجم مال الفيروس مو فشي مهم زين. اخر 3 enveloped زين، نرجع عليها نكملها. اخر 3 enveloped هنا يس موجوده بها الانفلوب زين. هسه كملنا اول كرايتيريا من الجدول اللي هي شو اسمه الانفلوب بريزنت لو لا. هسه راح نلاحظ اكو شغله اللخه بالجدول هذا كله، مجرد اخر بوكس فيروس هو كومبلكس الشكل مالته، اما البقيه كلهن الشكل مالتهن ايكوس هيدرال. ايكوس هيدرال يعني شنو؟ يعني قلنا هذا الشكل مالته المعيني اللي بيه 20 وجه، نتخيل زار مال 20 وجه زين، هيك الشكل مالته. فهذني خلصنا الصفه الاخرى. الشكل مالت عفوا الحجم زين، والمولكيولار ويت مو فد شيء كلش مهم، يعني هو اصلا بالامتحانات مو مثل البكتيريا يلحون على اللابوراتوري فايندينج والكرايتيريا مالتها، لا هنا بالفيروسات مو مهمه، بالفيروسات الاهم هو الجانب العملي. فهن اصلا الشيب والستراكشر مالته مو فد شيء مهم يلحون بيه بالامتحان. اوكي، فهم من هنا ندرسين، بس هذني مو ما نضيع بهن وقت، يعني اصلا ما توقع تجيكم بالامتحانات اصلا، من يحفظهن الارقام كل فيروس من شن حجمه زين. نجي على كرايتيريا الاخرى الدي ان اي ستراكشر. الدي ان اي الوحيد زين السنجل ستراندد هو البارفو فيروس، خلينا نلون الليمت هنا اخضر، البقيه كلها دبل ستراندد، دبل 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 تمام. هذني اكثر شيء ممكن نطلعه منهن من ناحيه التقسيم، اما البقيه لا تنحفظ، من هو لينير من هو سيركولر، بقت بس هاي تحفظوها حفظ. خلينا نجي على شغله قبل لا نكمل على مصطلح سوبر كويلد. الدي ان اي يكون سيلولر، شنو يعني سيركولر؟ العفو، سيركولر يعني هو مو هيك عندنا يا هاي هنا نيتروجينك بيسز مربوطه، هاي البداية مرتبطة بالنهاية، يعني ما اعتقد راح اقدر ارسمها بشكل زين، بس لو نرسمها هيجي تقريبا يعني سبحان الله طلع صح. المهم الفكرة هي هيجي انه هنا النيتروجينيك بيسز، بس هو هيجي مرتبط صاير دائرة زين، بس هسه خلينا نرسمه ابعد زين، هيجي هاي الدائرة. هنا لو ناخذ مقطع زوم زين، يعني مثلا هاي لو اسوي لها مثلا زوم في 10 في 100 راح اشوف انه هنا اكو نيتروجينيك بيسز هالشكل، هذا سيركولر. السوبر كويلد، سوبر كويلد يعني شنو؟ هذا الشكل مو صاير هنا دائره، لا صاير هالشكل زين. هنا همنا لو اخذ زوم في 100 ايش راح القي؟ راح القي موجود الدي ان اي هالشكل، نيتروجينيك بيسز مالته هنا، يعني مو هنا نيتروجينيك بيسز، لا
هذا هنا صاير هنا مثل ما نقدر نقول مثل الكروموسوم. زين، مثلا مو هنا اكو نيتروجينك بيسز، لا، فهذا هو سوبر كويلد وداخله دي ان اي، يعني هو هذا الكومبوزيشن مالته دي ان اي هيك صاير سيركلر، وراها من قد ما مفتر افتر حتى السيركلر يسموه سوبر كويلد. حتى لا تخربطون بين انكو هو صور تشوش الفكره، او سيركلر يعني المفروض دائره، هو دبل ستراند شلون، لا هاي الفكره مالته. هسه نرجع نكملهن واحد واحد. الحكي هنا مو كلش فشي مهم، راح يجي عدد العوائل. زين، لازم اهم شي تعرفون هناك الكاركترز مالته تحفظوها، وشنو الفيروسات الموجوده ضمن هاي العائله. بعدين من راح نجي ناخذهم فيروس فيروس هم راح تصير سهله. هنا نهم معدد الكرايتيريا، انه الهربادينا فيروس هو يضمن هيباتيتس بي، هيربس، انفلوبت ايز ايكوز هيدرال فيروس، اكبر فيروس هو البوكس فيروس معروفه. زين، يعني فشي يجي يعني واحنا اجانا بالامتحان انه بوك يا هو اكبر فيروس هو البوكس فيروس، يجي بكل بساطه سؤال كلش بسيط كلش سهل. البارفو فيروسز، اول فيروس راح نبدي بيه، اتمنى انه ما نتاخر نقرا الشكل مالته. هو فيري سمول، زين، نيكيد ايكوز هيدرال سينجل ستراندد لينير، زين، دي ان اي لينير يعني دي ان اي مالته صاير مجرد هيج، نجي مثلا هيج، ها هي من البدايه ما مرتبطه بالنهايه، لا، زين، ذاك السيركولر. two types، اما defective او non defective. قلنا defective انه ما يقدر يسوي replication وحده لان بي نقص، non defective يقدر وحده. زين، adeno associated هو مثال على ال defective virus يحتاج helper حتى يسوي replication، و non defective هو illustrated بال B19 virus. اوكي، يسوي aplastic crisis. aplastic crisis يعني انه الجسم ما بي RBC كافية بحالة السيكل سيل انيميا، يعني البيشنت اللي بيهم سيكل سيل انيميا هم عرضة لهذا الفيروس اللي يزيد الحالة سوءا. زين، وهمينه يسبب يعني بالاشخاص اللي ما بيهم سيكل سيل انيميا الريذيما انفكشيوزم، هو هذا مثل المرض غير مؤذي اصلا بس شكل، يسوي رش لون على الجسم احمر فيسموه الريذيما، يصير الشكل مالته كانما سلاب تشيك، يجي جهل كانما احد صاف عراجدي او هيك شيء، فيتبين خدوده حمراء بالمنطقه مال الخد مال التيبيكال راجدي، فهم سموها هيك سلاب تشيكس. بوليو ما فيروسز، مين انا يكيد ايكوز هيدرال، الشيب مالتهم قلنا نحفظهم بالطريقه مال الجدول، دبل ستراندد سيركولر سوبر كويل. مثال عليهم اثنين، جون كانينغهام فيروس، زين، ناخذه من البيشنت اللي بروجريسيف مالتي فوكال اليوكونسيفالوباثي، هذول شي يصير بيهم البراين نفسه ينصاب التشيو مالته مو مننجايتس، لا، فتصير اماكن ديبوزيشن مال ليوكوسايت وهيجي. فالكرايتيريا مال ديزيز راح ناخذها بالفيديوهات مال الديزيز نفسه مال الفيروس نفسه. والبي كي فيروس هو مختصر الشيء، هو اسمه بي كي فيروس، موجود بالاميونوسبريسد كيدني ترانسبلانت بيشنت، يعني ذولا بريدسبوزد انه ينصابون. اللي مطلوب تحفظون اسم الفاميلي، زين، وامثله الفيروسات اللي عليها، الكاركترز راح تقروها بالجدول بالطريقه مال التقسيم. اوكي، بابيلوما فيروس هسه ذني كلهن دي ان اي، وقلنا سينجل ستراندد بس الاول واحد. زين، كاركترز ما تم نايكوس هيدرال وغيرها وغيرها، موجود يسبب مرض هيومن بابيلوما فيروس، يسبب وراتس بابيلوماس، وراتس وراتس هي شين هي هو يعني increased proliferation مال سكويموس سيل، فتصير مثل الصدفية تقريبا نفس الميكانيزم مال الصدفية بس بالرجل. زين، بالرجل بالفيت بالهاندز تبين كوراتس. اذا صاب السيرفكس فيسبب بي كارسينوما. زين، ان هو الهايبر بروليفريشن ميتابليجيا يصير وراها ديسبليجيا، بعدها يصير كلش بريدسبوزد انه تتحول الى مالجننت. زين، ادينو فيروسز هذين هم من الكاركترز اكوز هيدرال غير غيرها تسبب فرنجايلس
upper and lower respiratory tract disease وless common infections. 40 antigenic types تسبب ساركوما ممكن بالانيمالز، لكن الحمد لله ما تسبب ساركوما بالهيومنز. هيبادينا فيروسز هذني كلش مهمات، تكون الدي ان اي دبل ستراندد دبل شيلد فيروس يعني بغلافين. هاي بيها فكرة بالدي ان اي مالتها، قلنا ذي كنا سوبر كويلد وهيجي هنا سيركولر زين، بس مو دبل ستراندد كامل، يعني مثلا هيك هنا مكمل زين دير دي يصير دبل ستراندد وخلص. بي تقريبا 25% سينجل ستراندد و 75% دبل ستراندد زين. هاي الفكره مالته هنا دي ان اي دبل ستراندد ان يوجوال بيكوز ذا كومبليت ستراند از نوت كوفالنتلي كلوزد سيركل، يعني هذا الستراند الثاني اللي هو 100% كامل مو كله صاير دبل ستراند الثاني. Missing approximately 25% of length hepatitis B virus human pathogen of this family. هذا هنا البوكس فيريدي الشكل ما ترح نقول انه هو مثل البريك بس هنا، وهذا ما اعتقد ايش حاطين الصورة ما genetic composition ما نحتاجه، بس هو انه circular هيك مقسمة DNA اماكن الجينز مالته، لان اماكن الجينز تتقسم حسب مكانها بالجسم، يعني اماكن جينز الريليتد بالاي مثلا بالانسان محطوطه بمكان واحد على الجينيتك كود زين. هسه ناخذ فاميلي اخرى مهمه هي الهربس فيروسز، هم يعني كاركترز مالتها انفلوبد وهالقد الحجم مالتها ايكوز هيدرال نيوكليوكابسيد زين، نيوكليوكابسيد يعني انفلوبد زين. هذني يسببون latent infection، هاي ملاحظة مهمة عليهن زين. latent infection شنو يعني؟ يعني تجي الفيروسات تسبب infection بسيط وتختفي، نقول انه البيشنت طاب بس هو ما طاب من عدها، تبقى inactivated او dormant بداخل السيلز زين، ولمن هي موجودة بداخل السيلز عدها ميكانيزم تحمي نفسها من اللايزوزايم effect مال داخل السيلز، فما توصلها اصلا الوايت بي سي او الاميونيتي، ما توصلها لا كومبلمنت لا سايتوكاينز وانترلوكينز لا وايت بي سي، كلش ما يوصلها لان هي محميه بداخل الخليه وباقيه بحاله دورمنت. بعد الظروف من تصير يعني مثلا لما البيشنت يجي انفكشن اخر، لما البيشنت يجي حاله عصبيه معينه، لما هيك شيء فيفر غيرها وغيرها، شافوا انه هذني فاكتورز تخلي هذا الفيروس يطلع، يعني يرجع من حالة dormant state الى active state يسبب infection مرة اخرى. مثال عليها الهربس زوستر وفيرسيلا زوستر فيروس سايتوميغالي فيروس and ابشتاين باير فيروس infectious mononucleosis زين. infectious mononucleosis هو disease يعني يسبب tonsillitis و inflammatory upper respiratory tract هواية signs و symptoms، ممكن انه يسوي predisposing الى الكانسر زين، يعني ممكن يكون oncogenic. هم من herpes simplex virus type 1 و 2 تمام، فهاي الميزة تحفظوها عن الهربس viruses. البوكس فيروس هو اكبر فيروس قلناها، هاي فشي مهم انه تعرفون هو اكبر فيروس مع انه الحجم مال البقية مو مهم. الشيب مالته بريك لايك شيب مثل الطابوقة، يعني هذا شيء مستطيل. Unusual appearance زين، enveloped complex capsid symmetry يتسمى سموه بوكس على اسم البوكس اللي هي البثور اللي يسببها على السكن، هو جدري زين، بس هذا غير نوع من الجدري بس يعني صار كلش خطر، بس هو منتهي حاليا نتيجة للتلقيح الناجح. small pox virus molluscum contagiosum اكثر important members، بس انتهى هذا الفيروس من التلقيح زين. هسه هنا خلصنا دي ان اي، دي ان اي فيروسز صح طولنا بها شويه بس مهمه، يعني ساخذت امثله عليهم البي 19 فيروس جي سي بي كي هيومن بابيلوما دينو فيروس هيباتايتس بي هربس سمبلكس فيرسيلا زوستر سايتوميغالي ابشتاين بار سمول بوكس موليوسكم كونتاكيوسم
هذني المفروض تحفظوهن، هذا جدول تحفظوه ما تحتاجون تقريبا تقرون الفوق، غير انه تعرفون انه الهربس سيمبلكس الفكرة مالته انه هو دورمنت. زين، وين هالدورمنت مكتوبة؟ latent infection، هذا هنا انه هو largest virus. غيرها الهيبادينو فيروسس انه هو دبل ستراندد سيركولر انيوجوال. ليش انيوجوال؟ قلنا انه 25% ماكو. الادينو فيروس وغير هذا اني اخذناها هواية ما بيها فد مواصفات مهمة. حاليا اذا طلعتوا حافظين هذا الجدول اموركم تمام التمام، لان هي المحاضرات الجاية راح تاخذون بها التفاصيل اللي انذكرت بشكل بسيط وسريع فوق، بحيث تصير صعبة انه تنحفظ من قد ما مستعجلين بها، هناك راح تقروها تصير سهلة. زين، هنا دا يقول انه ملاحظة انه الاس اس والدي اس اخذناها سنجل ودبل ستراندد. هنا الهربس فيروس نيوكليوكاسبيد حجمه 100 نانومتر، كتبناها هنا انه هو 100 نانومتر، بس الانفلوب يختلف بالحجم، فالحجم هنا مقاس على اساس النانومتر، العفو الكابسيد. ال RNA viruses، زين اكو فكرة حلوة. ال RNA احنا نعرفه كلنا single stranded، اذا كان double stranded ليش ما قلنا عليه DNA؟ ليش؟ لان نعرف احنا انه بال DNA اكو ثايمين. زين، هذا موجود بال DNA، وكو يوراسيل هذا موجود بالار ان اي، تمام. بس فاذا لقينا في دبل ستراند مال جينيتك كود بس لقينا بيوراسيل مو ثايمين، اذا هذا ار ان اي. زين، هاي الفكره هي. واذا لقينا دبل ستراندد او سنجل ستراندد بثايمين، فاذا هذا دي ان اي سنجل ستراندد. هاي الفكره، يعني ما نعتمد على العدد، نعتمد على الكومبوزيشن مالته مال نيتروجينيك بيسز. فهسه نكمل بال RNA viruses. ال RNA viruses اكثر بهواية، زين، يعني 14، هنا عشان عندنا 7، هنا راح ناخذ 14 family. فلنطول بالحكي مال الصفات مالتها والشكل، همينا راح نقرا فالتقسيمة لطيفة على الجدول. اوكي، راح نروح للجدول حتى نكتبها يمها، خلينا نكتبها هناك مجال. همينا مثل ما قلنا تحفظوها بالتسلسل، لازم يعني ترقموهن وتقروهن بالتسلسل. فهسه اكو مثل الفكره اللطيفه هو حاكيكم اياها بالشرح، بس انا خلي اكتب لكم اياها بسرعه حتى من نقرا نرجع نشوف شلون كتبناها. مكتوب عندكم بالجدول هن 14، خلينا نكتب التعداد مالتهن اول. هذن هن 14 فيروس راح ناخذهن. زين، اول 11 واحد، خلينا نغير اللون. زين، الشكل مال ال RNA مالتهن لينير. زين، RNA، اوكي، وعدنا اخر ثلاثة سيركيولر RNA. هاي اول ميزة، شلون ال RNA مالتهن الشكل مالته شلون سيركولار لو لينير قريناها، خلينا نلونها انه احنا بعد عرفناها. ها هنا لينير لينير كله، هسه راح نشوف السنجل والدبل لينير، خلينا نخليه هنا كمينة. اوكي، كلها هاي هنا وصلنا سيركولار. زين، هاي همنا بعدنا وياها سنجل ستراندد. عندنا دبل ستراندد وحدة فقط بس واحد بس دبل ستراندد، اللي هو الرابع اللي هو الريو فيروس. فرقم 4 ناخذ عليه دي اس، بس هو فقط دي دبل ستراندد. اوكي، اونلي. هسه احنا خلصنا دبل لو سنجل ستراندد، خلصنا اللينير او سيركولر ار ان اي. بقى هسه الميزه مال شكله للفيروس كله، الشكل مالته راح يتقسم على النيكد لو انفلوبد.
زين، واذا كان شكله هيليكال لو ايكوس هيدرال، ايكوس هيدرال. فهسه خلينا ناخذ اول شيء انه اول ثلاثه عندنا زين هن نيكد، وراها البقيه زين نانا ثاني ثلاثه، خلينا نسوي هيك شيء حتى تبين انفلوبت. والأخيرة هم من انفلوبت، يعني نقدر نقول إن أول ثلاثة بس هي انفلوبت. بس ليش قسمناها هيجي؟ لأن أول ثلاثة نيكد ايكوزاهيدرال، ورا هذين انفلوبت ايكوزاهيدرال، بس ذني انفلوبت هيليكال، لأن كل الهيليكال انفلوبت. قلنا بالمحاضرة فاتت انه ماكو هيليكال مو انفلوبت، بس الايكوزا هيدرال بها انفلوبت وبها نيكد. فس احنا عندنا اول ستة هن ايكوزا هيدرال، واول ثلاثة بس هن نيكد زين. هذا هنا ثلاثة، هاي ستة، بس تريدون تقسموها هيجي تريدون تقسموها واحد بكيفكم. بس هم هاي الفكرة مال التقسيم مال الشكل. فس احنا خلصنا الانفلوبت التقسيم مالتهن هنا نو 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 نو، والبقية يس yes. هنا أنا اعتقد اكو مشكلة بالملزمة من كاتبيها بالشرح بين الجدول، لازم نتأكد من عدها. المشكلة هنا طلعت اصلا مو مشكلة علمية، مشكلة خطأ مطبعي بالملزمة، هنا قايل 14 فاميليز وهي مو 14، حتى لا تدوخون دير بالكم انه هي ترى مو 14. فهنا بالتعداد مالتها صاير تقريبا غلط، انه اول ثلاثة نيكد هي اي اول ثلاثة غلط. هنا المشكلة اربعة مو ثلاثة، فهاي غلط. فهذين عفوهن اصلا زين، لانها كلش كلش راح تدوخكم. فالله ودبي مدري شنو دي يحاول يقسم الجدول هو متيها، لان تخربطت بالتقسيم مال الجدول اذا نعتمد على هالشرح. فلما نرجع هنا على التقسيم مالتنا نشوف هنا انه اكو اول اربعة هي ان انفلوبت يعني نيكد. بس نرجع نعدل التقسيم احنا انه هذن هذا يضم اول اربعة ان نيكد، وهذني هنا وراها بثلاثة اللي هي الانفلوبت، وانه التعداد هو اصلا 15 فاميلي زين، 15 فاميلي اللي هي انفلوبت هيليكال زين. بس هنا من نجي 15 ناقص 4 11، نجي نقي 11 وحدة زين، هاي لحد الآن 6، هاي 10، 11 انفلوبت. هذني التعداد احفظوها، يعني حرفين من تحفظون هذني الارقام مالتهن بالتسلسل زين، اهم شي بالتسلسل تقدرون. راح الرولز اللي تسوها مال اول اربعة هي نيكد، بعدها او شو اسمه اللي بعد اول اربعة هن انفلوب، اول سبعة هن ايكوزا هيدرال، وبعدها هيليكال زين. هاي الرولز راح تشتغل انه عندي بس الرابع اللي هو ريو فيروس هو الدبل ستراندد، واخر ثلاثة هن سيركولر. خلصت كل الرولز والشكل والكاركترز، يعني ماكو طريقة احسن من هاي حتى تحفظوها. اما ما تقعدون وحدة وحدة زين تقروهن وتقعدوا تحفظون الكاركترز مال كل فاميلي بنص الشرح، ما راح تتذكروها، راح تخربطون تخربطون. اما مال انه الشغلة الوحيدة اللي تراجعوها كل مرة هي مجرد التسلسل مال الفاميليز زين، راح تصير كلش سهلة بعدين. والرولز تتذكروها، الرابع هو دبل ستراندد، اول اربعة نون انفلوبت زين، اول سبعة هن ايكوزا هيدرال. خلصت الرولز، ها هي بس ثلاث رولز، البقية كلها لينير، واخر ثلاثة سيركولر، ها هي خلصت. البوزيتيف والنيجاتيف بولاريتي شنو فيلمها؟ ده يذكر انه هذا الـ RNA مالته بوزيتيف بولاريتي ونيجاتيف بولاريتي على الغير اللي ذكرناه بالـ DNA. بوزيتيف ونيجاتيف بولاريتي الـ DNA الـ RNA لما يدخل الى الخلية شو يسوي؟ خلنا ناخذ هنا مكان فارغ زين، هاي خلية هاي بها رايبوسوم زين، اجا هذا الفيروس ايكوزا هيدرال
نتخيل انه بي دي ار ان اي، خلينا نحط عليه بوزيتيف. الار ان اي بوزيتيف لمن يدخل، زين هذا هو الار ان اي بوزيتيف، ايش راح يسوي؟ راسا يقدر، هذا بوزيتيف، يقدر يروح للرايبوسوم، الرايبوسوم يقرا يسوي بروتين اسمه، خلينا نسوي نجمه هذا البروتين حتى نتذكره، ار دي ار بي، هذا البروتين RNA dependent RNA polymerase. هذا من راح ينتج هذا البروتين؟ من خلال شو اسمه البوزيتيف ار ان اي نفسه. هذا البروتين خلينا نخليه على صفحه، وراها راح ايش تسوي الرايبوسومات؟ تكمل راح تسوي ار ان ايات بعد. شلون تصير هاي الار ان ايات؟ هذا البروتين اللي طلع راح يرجع على البوزيتيف ستراند، خلينا نغير اللون، ايش راح يسوي؟ راح يسوي لي نيجاتيف ستراند، هذا نيجاتيف ازرق، بواسطة هذا البروتين النجمة، زين خلينا نخليه نجمة هنا، هو اللي سواه. ورا هذا النيجاتيف راح يجي هنا مرة الأخ، شلون اني اكاثر نفس الستراند نفسه؟ غير اكو تمبليت واسوي بيها، زين هو بوزيتيف، اذا التمبليت مالته شنيه؟ التمبليت مالته نيجاتيف، زين؟ فاذا راح يجي هذا التمبليت هو والنجمة مالته، زين؟ ويسوي لي بعد 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 كلهم بوزيتيف. هاي هي الفكرة، هذا البوزيتيف ستراند، بوزيتيف بولاريتي، انه رأسا من يدخل الـ RNA، الـ RNA هذا يقدر يقرأ الرايبوسوم، من قرأ الرايبوسوم سوالي الـ RDRP، من سوالي الـ RDRP راح يروح على البوزيتيف ستراند مال الـ RNA، يسوي تمبليت نيجاتيف، حتى على اساس هاي التمبليت النيجاتيف اسوي بعد بوزيتيف ستراند. من سويت بعد بوزيتيف سترانز هاي الجديدة هذني، زين، اما ترجع تعيد نفس العملية حتى يصير بروليفريشن اكثر اكثر، او تنضم ويا بروتينز وكابسيد وتصير بخلال البادينج تطلع فيروس جديد، زين. وهنا اكيد تنطي بروتينات واخرى هي اللي تكمل الكابسيد وبقية بواسطة هذا الرايبوسوم، زين، مو بس هذا الار دي ار بي. هاي فكرة البوزيتيف بولاريتي. النيجاتيف بولاريتي ايش دي يصير؟ هاي فكرة خلصناها، خل نمسح ونعيد، زين. هاي خلية اجا فيروس ايكوزا هيدرال بي داخله نيجاتيف ار ان اي، هنا خل نرسم الرايبوسوم. النيجاتيف ار ان اي من يدخل داخل الخلية ما يقدر يروح هنا، ما يقدر يروح للرايبوسوم ينقري، فشنو يجي وياه؟ يعني من اثناء من داخل الفيروس الار دي ار بي مالته، زين، موجود هنا الار دي ار بي، راح يسوي لي ستراند بوزيتيف، هنا خلينا نكتب انه هو نيجاتيف، هذا البوزيتيف، زين، راح يروح الى الرايبوسوم يكمل البروسيس ويسوي البروتينات البقية، ورا هو نفس البوزيتيف راح يشتغل هنا انه هو كتمبليت، اوكي، يجي هذا نفس الـ RDRP ويسوي لي نيجاتيف 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 وغيرها. وهنا همنا ممكن انه يسوي لي RDRP بعد بواسطة الرايبوسوم حسب نوع الفيروس، بس التفاصيل هاي دقيقة دقيقة ما نحتاجها، اهم شي نعرف شنو الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف. النيجاتيف ما يقدر يقرأ الرايبوسوم مباشرة إلا إذا نسوي ستراند بوزيتيف. شلون نسوي ستراند البوزيتيف؟ بواسطة الـ RDRP اللي يجي ويا النيجاتيف ستراند، تمام. أما البوزيتيف يقدر يقرأ الرايبوسوم رأسا، بس الرايبوسوم هو اللي راح يكون لي الـ RDRP، بعد هالـ RDRP راح يجي يسوي لي بوزيتيف ستراند اللي هو النيجاتيف ستراند، العفو، يشتغل تمبليت حتى يسوي بعد بوزيتيف ستراند. هاي هي الفكرة، هذن هنا كلها نيجاتيف، هم هنا نفس الفكرة، عندهم واحد من الاختيارين، لو يطلعون لو يرجعون يعيدون العملية حتى يصير بروليفريشن أكثر. حلو، شرح كلش بسيط والفكرة هي نفسها بسيطة، تمام. هذا بعد ما يدخل طبعا، هاي هي الفكرة مال بوزيتيف ونيجاتيف بولاريتي، هذا الفيروس بوزيتيف هذا الفيروس نيجاتيف، راح ناخذهم كل ما ناخذ التفاصيل أكثر، زين.
بالامتحانات ما اتوقع يلحون عليهن حيل، لكن هي مهمة من ناحية الفيروس نفسه، كل ما تذكرون فيروس هذا بوزيتيف لو نيجاتيف، يعني نعرف ايش راح يسوي بالخلية ونعرف شنو الانزيمات اللي تجي وياه. زين، فلو عرفنا شنو الانزيمات اللي جتي اكو ار دي ار بي لو لا وشنو نوعه، راح ممكن انطي دراج ضده، فمن هيك هي مهمة بهاي الناحية. اما بالامتحانات يلحون عليها لو لا ما اتوقع، لان فشي كلش معقد وصعب، ومو اذاكرها بكل الفيروسات هم. يعني اكو شغلة لخة هنا نلاحظ انه سيجمنت، ذاكر انه الفيروسات تجي سيجمنت يعني مقطعة الجينيتك كود مالتها، مو صاير كله صح، هو لينير يعني نتخيل احنا هيك قطعة واحدة كاملة، هو لا مقطع، يعني مثلا هنا مستمر وراها رجع انقطع، زين وانقطع صار غير قطعة هيج، تمام. هذا اللي تحتاجوه من الشرح كله. هنا اكيد امثلة على الفيروسات، خلينا نروح نقرأ الشرح هسه ونشوف شكو عليه الملاحظات، بس انا ما نتأخر بالشيب، لان قلنا الشيب ما راح نحفظه هيك مستحيل الا اذا حفظناه بالرولز اللي سويناها. زين، تحفظون التسلسل اول شيء، تحفظون الرولز اللي سويناها ثاني شيء. ها هي خلصتوا. زين، تبقون بس تحفظون كل فاميلي امثله على الديزيزز والامثله على الفيروسات مالتها، مع انه ما اعتقد مطلوبه من عندكم من المحاضره الثانيه، لان راح تاخذوها كلش بعدين بالمحاضرات الجايه. بس البيكو، بيكورنا فيروس، بيكو يعني صغير، فمن هو smallest virus single stranded linear non segmented positive polarity RNA. هاي الفكرة من البولاريتي موجودة فقط لاحظنا انه بالار ان اي. الاسم مالته بيكورنا، بيكو سمول ار ان اي كونتيننج، اسمه حلو. يتضمن تو جروبس، انتيرو فيروسز، بوليو فيروس، كواسكي فيروس، كورونا فيروس، وهيباتيتس اي فيروس وغيرها، وراينو فيروس. هذا هن يعني فيروسات راح يعددها، تريدون تحفظوها هسه كل الزين، ما تقدرون خلوها على بعدين مو مشكله، لما راح تجي ناخذ البوليو ناخذ غيرها الراينو فيروسز راح تذكر انه هي من ضمن الفاميلي البيكورنا فيروس، راح تنذكر هواي فتنحفظ. كاليسي في فيروس، زين هذا اني نايكيد، وهذا اني مواصفات مالتها سنجل ستراندد لينير نون سيجمنتد بوزيتيف بولاريتي. تو هيومن باثوجينز، نوروالك فيروس، هيباتيتس اي فيروس، وتوكسينومايتس فيروس. خلينا الهيباتيتس اي فيروس بهذا الجينس سميناه هيبي فيروس. ريو فيروس اسمه على اسم ريسبيراتوري انتريك اورفان، ار اي او، ريو فيروس هذا اسم الديزيز. فاوند ان ريسبيراتوري اند انتريك تراكتس وير نوت اسوشييتد وذ اني هيومن ديزيز قبل، بس هو بعد ما سبب هذا الديزيز سموه الاسم. هو الروتا فيروس، يسبب دياريا بالانفنت ممكن هم، يعني روتا فيروس 11 سيجمنت دبل ستراندد ار ان اي، دبل ستراندد اوكي لينير لولا، يس لينير لازم يكون لينير اذا كان سيجمنتد، يعني هو شلون يسوي سيركلر اذا هو مقطع، هاي الفكره. فتتذكرون شغلتين، يعني من يجي سؤال هذا سيجمنتد لولا الجينيتك كود ما تتذكرون هو لينير لولا، هيك ممكن تساعدكم بالتذكير، بس مو شرط، يعني مو كل لينير مقطع ولا كل مقطع، بس كل مقطع لينير، هاي الفكرة، مو كل لينير سيجمنتد بس كل سيجمنتد هو لينير. فلافي فيروس انفلوبت وغيرها، كملنا. فلافي فيروس يتضمن هيباتيتس سي، يلو فيفر، دانجي فيروس، ويست نايل فيروس، سانت لويس، وجابانيس انسيفلايتس فيروس. انسيفلايتس يعني التهاب الدماغ نفسه، مو مننجايتس التهاب السحايا، لا انسيفلايتس يعني الدماغ نفسه ملتهب. زين، يعني النيورونز المايلين شيث وغيرها، مو المننجايتس حتى تميزون. التوغا فيروس هم من نفس الشيء، تكملة مال الشيبس ما تذاكر لكم ياها، قلناها كلها نعوفها نحفظها جدول. يتضمن الالفا فيروسز والريبي فيروسز، الفا فيروس جروب تتضمن استرين وسترين انسيفلايتس فيروس،
والروبي فيروس يتضمن روبيلا فيروس. ريترو فيروس، ريترو فيروس شنو قصته؟ هذا الريترو فيروس شو يسوي؟ بي يجي ويا هو ار ان اي ودبل ستراندد، زين. بس هو الفيروس الوحيد الديبلويد، يعني الجينيتيك كود مالته اثنين. شلون؟ بي اثنين سترانز من الدي ان اي، يعني دي الار ان اي، العفو، بي اثنين، ها هي مكرر مسوي له كوبي بيست. اسمه ريترو فيروس بسبب انه بي انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز، ويسوي عملية الريبليكيشن مالته انه ال RNA يحول دي ان اي ويشتغل من الدي ان اي RNA لاخ. هاي الستبس مالتها، اذا نسينا نحكيها بهذا الفيديو يصير كلش طويل، ناخذها بالمحاضرة مالته، محاضرة الريترو فيروس، تمام؟ لان مشروحة هناك بالتفصيل، مو ما نتاخر بها هسه، بس الفكرة انه ليش اسمه ريترو فيروس؟ بسبب وجود الانزيم اللي هو ريفرس ترانسكريبتيز، ريترو ريفرس ترانسكريبشن اوف ذا ار ان اي جينوم انتو دي ان اي. يتضمن مجموعتين، اونكو فيروس اللي تضمن الساركوما واليوكيميا فيروس، هيومن تي سيل لوكيميا، واللينتي فيروس لو فيروس تضمن ال اتش اي في اللي هو اميونو ديفيشنسي فيروس، وبعضها مال انيمالز مو ضروري حتى تحفظوها اكيد، الفيسنا فيروس، ثيرد جروب، سبوما فيروس، مو كلش مهم ذني مال انيمالز نمسح. أورثومايكسو فيروس، أورثومايكسو فيردي، هذا من أول الفيروسات اللي راح ناخذها اللي هي الإنفلونزا فيروس. أورثو حتى نميزها عن البارا فيروس، زين، لأنكو مجموعة لخة. مايكسو، زين، اسمه هو مايكسو فيروس. مايكسو يعني ميوكينز أو الجدار المخاطي، يعني نقصد بالرسبيراتوري تراكت، زين، فهو يسبب إنفلونزا. ها هي نيجاتيف بولاريتي. بارامايكسو فيروسز نفس ال أورثومايكسو فيروس بس غير فاميلي، فبس السبب نفس الساينز والسيمتومز، فسموها ذيك هاي بارا ذيك أورثو، بس هاي تسبب ممكن همنا ميزلز اللي هي الحصبة، مامس، النكاف، بارا إنفلونزا أعراضها تشبه الإنفلونزا، and respiratory syncytial viruses. syncytial شنو يعني؟ هذا الفيروس يقدر شي يسوي؟ هاي مو خلية انصابها، انصابت بي، خلينا نرسم عليها ايش يعني هي مصابة، هاي خلية مو مصابة، هاي خلية مو مصابة، يقدر يخلي هاي الخلية تدمج روحها ويا البقية فتسوي خلية كبيرة، زين، هي هاي كانت مصابة، هذا النيوكلياس مالتها، هاي راح تنصاب همينة، طبعا لان انفتح السيتوبلازم وحدة على وحدة، وهاي النيوكلياس، وهاي النيوكلياس وهمينة انصابت. فراح نلاحظ وجود عبارة عن سيل كبيرة ملتي نيوكلييتد وذ سيم سيتوبلازم، زين، بس كلها انفكتد. هاي الحالة يسموها سينسيشيال. سينسيشيال شنو يعني؟ يعني سينجل سيل وذ ملتي نيوكليير فورم، زين، او سيفرال سيلز وذ سينجل سيتوبلازم كومبايند، ايش تريدون تعرفوها، بس هي الفكرة هاي انه السيل صار لها دمج انخبطت سوية. رهابدو فيروسز هذين شكلهن بولت شيبت، الشكل مالتها يونيك هيك تصير، يعني هاي القاعدة مالتها هاي انتهت، مو اكو تكملة، لا هو هيك بولت شيبت. هيليكال نيوكليو كابسيد وسينجل ستراندد لينير نون سيجمنتد نيجاتيف بولاريتي ار ان اي. رهابدو يعني بولت شيبت، العشر شير ريبيز نفس الاسم، رابدو ريبيز، ريبيز هو داء الكلاب اللي يجي من الكلاب. إلى هواي أعراض أكيد راح ناخذها، زين، هو من خلال هاي الفاميلي هو هذا أهم واحد. فايلو فيروس هايلي بليومورفيك، يعني شكل مالته ممكن تغيره، long filaments 80 نانومتر بالدايمتر، ممكن thousands of nanometer long. فايلو يعني thread، فايلو thread، هاي نتذكر من اسمها فايلو يعني filament، نتذكر ان هي هذا الفيروس الطويل اللي ممكن يصير thousands of nanometers long بس العرض مالته 80 نانومتر. الامراض اللي يسويها هي الايبولا والماربرغ فيروس، اهم شيء الايبولا راح ناخذه. كورونا فيروس
اللي هي ابسط مثال عليها راسا كوفيد 19 كورونا بسبب السبايكس اللي تطلع من عندها مشهورة هاي. يسبب سارس سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم اللي هو الكوفيد 19 نفس هو هذا السيندروم مالته. الارينا فيروس، ارينا شنو يعني؟ ارينا يعني جرانيولز، جرانيولز هاي هي نون فانكشنال رايبوسومز اللي موجوده على الفيرون سيرفيس. زين، جزء من السيجمنت مال الار ان اي مالته بوزيتيف وجزء منه امبيسنس اللي هو بوزيتيف سنس ونيجاتيف سنس، راح نجي نلقيها انه يقولون بولاريتي يسموها سنس. زين، فهذا امبيسنس يعني شلون امبيجيوس، يعني ما نعرف شنو السنس مالته بوزيتيف لو نيجاتيف، جزء منه لكن جزء منه هو بوزيتيف بولاريتي تو سيجمنتس. أرينا حكيناها. المهمة بها الليمفوسايتيك كوريومنينجايتس، هم من التهاب مال مثل الانسفالوباثي والاسا فيفر. الديزيز مو ضروري تحفظوها هسه، امشي تحفظون الفيروس. البونيا فيروس، بونيا اسم مكان بافريقيا فسموه على اسمه بالمكان اللي لقوه بي. هاي اول شي نبدي بي. بعض البونيا فيروس ممكن امبيسنس ار ان اي بس هو الموستلي نيجاتيف بولاريتي. البونيا اسم المكان، بونيميرا فيروس اسمه على اسم المكان بس خلنا نوصل الشرح. يسبب انسيفالايتس وفاريوس فيفرز مثل كوريان هيموراجيك فيفر، هانتا فيفر، سينومبري في فيروس وغيرها. اهم شيء تحفظون هنا بونيا فيروس اسم الفيروس مالته بونيا مويرا فيروس. الديزيز اللي سببه وين راح؟ انسيفالايتس. هذا اللي تحتاجه. دلتا فيروس، دلتا فيروس قصته حلوة. الدلتا فيروس هو هيباتيتس دلتا، زين هيباتيتس بي وسي واحنا نعرفها، بس اكو دي. الدي شنو في الماء؟ الدي ديفكتيف، حتى نذكر ان هو دي ديفكتيف. دلتا ديفكتيف يعني شنو؟ ما يقدر يسوي ريبليكيشن، واحدة اخذناها هواية. يحتاج منو وياه الهيلبر؟ هيباتيتس بي. من يجي الهيباتيتس بي وياه راح ينطي بعض الكودز اللي هي مسؤولة عن السيرفس انتيجين، مو كابسيد مو انفلوب، لا تخربطون بيها، راح ناخذ التفاصيل بعدين، بس اهم شيء تعرفون هسه انه يحتاج الهيباتيتس بي فيروس وياه، بدونه ما يصير انفكشياس لان ما يقدر يسوي ريبليكيشن. يدخل الجينيتك كود بس الجينيتك كود ما بي كود فور سيرفيس انتيجينز، وما عنده الكود مالته بس للانترنال كور بروتينز. هذا الجدول، هاي الفيروسات هنا أنا معددة، يعني اللي يريد يقرأ الفوق قراية بس يجي يحفظ هذا الجدول كلش أحسن. زين، هسه بعض الملاحظات يعتمد على النيتشر اوف جينوم التقسيم مالتها، البوكس فيروس، هيربس، هيبادينا فيروس، دي ان اي، غيرها وغيرها، ملاحظات كلها حكيناها هنا. كل اللي دي يقول لنا اياه دي يحاول يسوي الحفظ كقواعد، تريدون تقرون هاي همنا بكيفكم، وتريدون تقرون على الطريقة اللي سويناها هي نفس الشيء وهم صحيحة. زين، نفس الفكرة بس هنا راح يجي عدد لكم ياها. احنا ايش سوينا؟ نحفظ التسلسل، بدل ما نحفظ الفاميلي وشنو نوعها وهيجي، نحفظ التسلسل مالتهن وعلى التسلسل نشتغل رقم من هالقد لهالقد هو هيجي الصفات مالته. لما انا اتذكر الرقم كل زين، الارقام اسهل من 1 إلى 14، وانا اعرف مثلا الاربعة هو شو اسمه، الخمسة شو اسمه الفاميلي، هيجي يصير اسهل بهواية. نجي هسه على الـ environment، environmental factors effect on viruses. الـ temperature شنو تأثر، الـ pH، الـ radiation شنو يأثر. فهسه رح ناخذ أول شي heat و cold. الـ heat أكو متغيرات هواية، يعني بعض الـ viruses تتحمل بعضها ما تتحمل، بعضها stable. الـ enveloped viruses are heat liable، يعني ما تتحمل الـ heat. نقلنا الـ envelope هو أصلا ضعيف، كأنما الفيروس ناصب على روحه من مسوي انفلوب كل شيء ما تفيده. زين، inactivated 55-60 سنتيغريد فور 30 مينت، يعني تقريبا جو حار شوية، تعقيم بالحرارة شوية، أمور زينة راح هذا الفيروس. capsid protein is destroyed، an important exception is hepatitis B مو destroyed.
اما الكولد اغلب الفيروسات نقدر نحفظها بالسب فريزنج تمبرتشر، يعني شويه بعدها ما واصل للفريزنج، يعني مثلا 4 سنتيغريد تتحمل اللايوفايليزيشن. لايوفايليزيشن يعني هو تبريد الجاف، زين، يعني مو بالثلج، لا تبريد جاف بالنيتروجين وغيرها. دراي ستيت 4 سنتيغريد سيليليزا او ات روم تمبرتشر. بس الانفلوبت يخسر الانفكتيفيتي بعد ستورج ات ناقص 90 بي اتش. اغلب الفيروسات هي بي اتش ستيبل مالتها المفضل من 5 الى 9. الانتيرو اكيد تتحمل الاقل بي اتش، اما بقيه دسترويد بالالكالين كونديشنز. يعني الانتيرو هي من 5 الى 9 كلهن، انتيرو فيروس تتحمل لور بي اتش يعني تتحمل اقل من 5، واما اكثر من 9 كلهن يتدمرن ما تتحمل القاعدية. الراديشن اليو في يدمر الدبل ستراند الدي ان اي ويسوي انكتيفيشن للفيروس كله، اما الاكس راي جاما وبيتا تدمر كل الفيروسات. ممكن طريقة أخرى يعني ممكن نستعملها بالابراتوري لما عندنا عينات، اللي هي stabilization by salt، يعني نحطها بوسط ملحي، زين. رح ناخذ أنواع الفاميلي شنو السالت اللي أثر عليها اللي نقدر نحفظها بها. المغنيسيوم كلورايد نقدر نحفظ به البوليو فيروس، مغنيسيوم سولفيت نقدر نحفظ به الانفلونزا فيروس، صوديوم سولفيت نقدر نحفظ به الهربس. هذين الطرق ليش قلنا مهمة بالابراتوري لما نسوي فاكسينيشن. يعني مثلا عندنا فاكسين للمحلول اللي احطه بي اثناء الانجكشن او غيرها بالامبول هو هذا، لان هذا يسوي له بريزرفيشن قوي، يعني ما يخليه يصير نون انفكتيف او يخسر الكاركترستكس مالته، لاني بالقوة بالمختبر اللي ما وصلت لها. واذا نون ستابلايزد البوليو فاكسين لازم احفظه بدرجة حرارة اقل من 0. اما الستابلايزد يعني حاط له اني البوليو، شنو البوليو؟ نحط له مغنيسيوم كلورايد قلنا، راح يتحمل بحراره معتدله. فمن هيك شيء يعني لما اريد اسوي ايمونايزنج بالمناطق اللي يعني شلون مو ماكو مختبر صحي بحيث احفظ بيه العينات مجمده قريبه، وانما لازم اشيلها بسياره لما اوصل الاماكن هاي مال التلقيح بالقرى والارياف وهيك شيء، اقدر انه لما نحط اني محلول يحفظه ما عليه شيء، الحراره ما تاثر، زين. ايثر سسبتابيليتي، زين، وليبيد سوليوبيليتي. ايثر اشوف هذا الفيروس يذوب بالايثر لو لا. الايثر انفلوبد فايروسز انكتيفيتد باي ايثر، فهذا مثل التست انه اشوف هذا الفيروس انفلوبد لو لا. باللابراتوري لما انا دا اشتغل على السامبلز مو دا احاول اسوي دايجنوسيس، ماكو هيك دايجنوسيس مال اشوف اني هو جرام بوزيتيف لو نيجاتيف وما ادري شنو مثل البكتيريا، لا كلش فشي اصعب واصغر. اما هو كتست حتى نعرفه بريزنس اوف انفلوب لما نسوي شوف مثلا هذا فيروس جديد اريد افحص شنو مواصفاته هيك شنو الكاركترز مالته. وغير اورجانيك سولفنت مثل صوديوم ديوكسيكولات يدمر الانفلوب. الديترجنت، اكو ديترجنت نون ايونيك واكو ديترجنت ان ايونيك. نون ايونيك يعني ما بيها شحنات، اوكي، البارتيكلز مالته ما بيها بوزيتيف او نيجاتيف تشارج، لا معتدل. اما الان ايونيك يعني بيها نيجاتيف تشارج، كاتايونيك يعني بوزيتيف بس ماكو ديترجنت كاتايونيك، اما الان ايونيك هو بيها نيجاتيف تشارج. فهاي النون ايونيك تدمر الليبيد، زين، بس ما تأثر على الكابسيد. دونوت ديناتور ذا بروتين، تأثر على الليبيد. فالفيروسات اللي هي بها بس كابسيد ما راح تتأثر، اما الفيروسات اللي هي شويه معتمده على الانفلوب ودمرت الانفلوب مالتها احتمال كبير انها تخلص من عندها. اما الان ايونيك تدمر همين الليبيد بس همين تدمر الكابسيد الى سيبريتد بولي بيبتايد. فلما نطشر طلع عن الجينيتك كومبوزيشن مالته، ها هي انتهينا من الفيروس. 50% جليسيرول، أكثر الفيروسات تبقى عايشة ب 50% جليسيرول لسنين. فيكسينيا فيروس نقدر نحفظه بال 50% جليسيرول عدد سنين لما البكتيريا تنكتل بهذا المركب. مجرد فتشيل الحفظ، زين، فهاي مجرد معلومات حلوة.
على انه شلون اتعامل وياها بالمختبر، شلون اقدر احفظها اتخلص من عدها تيست، شنو شلون احفظ الفاكسين، شنو المحلول البي، خصوصا انه انتشر انه الكورونا فيروس الفاكسين مالته كله ما يشتغل لان المفروض يتجمد وما ادري شنو. هو لا، يحطون وياه مركبات تخليه ما يحتاج يعتمد على درجة الحرارة، وانما هالمركبات تحافظ عليه. تمام، هاي المحاضرة مثل ما قلنا تحفظون الجداول على طريقة الرولز والتسلسل، وراها تحفظون مثال على كل نوع فاميلي، ورا ما تخلصون راح تشوفون انه الشرح وهاي الهوسة كلها كلش سهلة. زين، شوفكم بالمحاضرة الجاية ان شاء الله، كل التوفيق، مع السلامة.